اهلا وسهلا في حياتي المعسلات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كيف عاملين؟ مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ومضخمين ودائما متفائلين وايجابيين. اهم حاجه هما البنات، اليوم الفيديو رائع، فيه معلومات مفيده وفيه معلومات كتخص الجمال ديالك، كيفاش تعتني به وكيفاش تبرزي هاد البلاصه هذه اللي هي كتكون بحال الشكل ديال العمليات اللي كنشوفوا دابا كيعملوا ديال نيفرتيتي وتيسكاس. غنهضر لكم على هاد العمليات بجوج بيهم، وغنعملوا واحد الماسك رائع. وكذلك كتعرفوا دائما انا كيعجبني هادشي اللي طبيعي، وديكشي اللي كنعملو كنشاركو معكم، سيرتو الحاجه اللي كتعطي نتيجه، هذه هي اللي كنحب انني نشاركها معكم. وانا وحده منكم كيعجبني ان نعتني بالجمال ديالي، وانتما كتعرفوا ديك العمليات مكلفه، واللي عنده انا ما عنديش حتى شي مشكل، ما زعما ما عنديش واحد الاعتراض بالنسبه لي عنده، غير الانسان ما يبعدش على الطبيعي وما يغيرش الشكل ديال وجهه تماما. مي من الاحسن الا كان في امكاننا نعملو غير داكشي الطبيعي نعملوه، دونك بلا ما عنديش انا معها بزاف. سيرتو في البدايه ديال الفيديو كيعجبني ليش ندخل ديريكتومون. اوكي الناس، اليوم غادي نعمل له مساج لهاد البلاصه هادي، نعلمك كيفاش نعملو مساج ديال الحوته. كاين مساج اخر ديال دق ديال الطير، نعملو مره اخرى تقول لك كيفاش مساج ديال الطير، كيفاش غير الدقوم ديالو، ماشي هو غنزلو بوجينا. لا اليوم البنات، شنو المكونات اللي هي سهله وبسيطه ومتواجده ورائعه والنتائج ديالها واو. نتوما كتعرفوا انا غنهضر لكم على هاد العيبه هذه، هاد العيبه. ولكن من بعد اول حاجه غنحتاجوا الكمون. الكمون الكيمون الكمون هو هذا البنات، الكمون العادي، ماشي الكمون الصوفي، الكمون العادي اللي كنعملوه في الماكله فوق البيض او العيد. غنحتاجوا زريعه الكتان، زريعه الكتان البنات، هذا الشيء مطحون، هادو مطحونين جوج بيهم. غنضيفوا عليهم هنايا الماء ديال المكور، المكور اولا الملفوف، هو هذا البنات، اولا الكرومب، كنظن كيقولوا له حتى الكرومب، ها هو مقطع هنا باش يبان لكم مزيان، ها هو البنات هو هذا، انا هذاك مقطعه ومعصره، يعني طحنه البنات. باش طحنوه ويصدق لكم مزيان وشويه صعيب في الطحين، ملي كتجي طحنو في الطحين، ملي كتجي طحنو شويه صعيب، خاصك تقطعو مزيان بحال اللي كتقطع الربيع ومعدنوس، وعاد تعملو الطحنو، وعمل معاه غير شي دود الماء، ماشي بزاف، كيتطحن دغيا، حيت انا كنطحنو بزاف كنستعملو، دونك كنعرف الطريقه ديال الطحين ديالو. اما الا عملت ديال كيفاش يتطحن، ماشي ديال الطحين ديالو، كيفاش يتطحن، دونك قطعوه مزيان. هذا هو الماء ديالو البنات، راه عندي هنا، والماء ديالو رائع، تقول لك غير الماء تسكسو. والله العظيم البنات ملي طحنوه شموه، ملي طحنوه شموه، والله العظيم ملي طحنوه شموه بحال الماء ديال سكسو، غزال الله، تقولوا لي كتوحمي وقيله. المهم البنات، هذا هو الماسك، غنبداو اول حاجه بالمساج ومن بعد غادي نقول لكم الماسك. المهم في حياتي المعسلات، رجعت لكم، غادي نبداو اول حاجه بالمساج. المساج انا في النهار كنستعمل كريمه الشمس، كريمه الشمس ماشي اللي كتكون تاتي، كتكون بيضه عاديه، هذيك هي اللي كنستعمل. ما كانتش عندك استعمل اي سيروم عندك، ولكن السيروم البنات ملي تستعملي كيكون فيه زيوت، ما خصكش تخرجي على برا، يعني من الاحسن تعملي هذه العمليه في الليل. دابا انا غنعملها في النهار، انا كيعجبني نعملها اون فوا كنوض من النعاس ونغسل وجهي، غنعمل كريمه الشمس كنعملها، يعني داكشي اللي كنعملو انا هو اللي كنشارك معكم البنات. شوف انا من فحال هيدا كريمات الشمس البنات، انا كثرت دابا ولكن ماشي مشكل. كنزل هيدا على الوجه ديالي، وغنبداو دابا على بركه الله المساج. شوفوا البنات كنعملوا هاد الطريقه هذه، يعني هذه كتكون فحال اكس، هاد الصبيعات هادو الكبيبرين كيكونوا فحال اكس، كنشبر هيدا وكنعمل الطقم ديالي هيدا فحال الحوته. شوف كنزل هيدا، هادي هيدا كنزلها هنا، كنعمل هيدا. شوف ملي كنجبد هيدا هذا كنجمعو، وملي كنعاود نسالي كنطلقو، ركزوا مزيان البنات. شوف فحال هيدا، هيدا كنجمع، هيدا كنطلق، ها شفتو هنايا كيدي لك هاد البلاصه هذه هيدا، وهادي كيجرها لك هيدا. كنت غنجي فراسي باش نوري لكم مزيان، شفتو كيفاش كنشرح. شوفوا البنات هيدا، المهم هيدا الفي تكون لتحت ولا الفوق، ما كاين حتى شي مشكل، هيدا ولا هيدا اللي ارتحتي فيه مهم، وكنجر هي من الاحسن تكون بحال هيدا، ها
كتجلسي هنايا وكتعملي هيدا. كتدخلي هذه البنات هنا وهذه كتكون هيدا. عرفتوا هذه واعره لهاد سبير لهاد العصب اللي هنا؟ هاد العصبه اللي كتكون هنا واعره ليها، كتخليها مشدوده وهاد البلاصه هادي كدوبها لك، هاد البلاصه هادي كدوبها لك مع الاستعمال من طبيعه الحال البنات، وكتخلي لك هاد البلاصه هادي مشدوده واعره، حيت هنايا هاد العضله هادي مع المده كاين اللي كتجبع، كاين اللي كتجبد له وكاين اللي كترخى له، وفي كلتا الحالتين ماشي مزيان، خاصها تكون معوطه يعني معتدله، ما مجبوده ما متوسطه. هذا برزتني اليوم حقا، نكمل الفيديو معكم انا على طبيعتي البنات معاكم يعني هادشي اللي طلع. ما البنات انا من هيدا 3 4 5 6 عملت 15 البنات هنايا صافي. كل نهار مع الصباح ساهله شفتي البنات، حتى هاد وعاونت نعمل هيدا واحد 15 ديال المرات صافي هيدا، باش حتى هاد البلاصه البنات كتكون مرخيه ومتراهله. نسيت تراهل من هنا والارتخاء ديال هاد البلاصه، كنعملوا ديك هيدا باش هاد العضله كرخي وشويش كتعطينا الطوع، كنعملوا هيدا كنعملوا هيدا البنات هيدا، وحنا كنجبدوا بشويه. شو غتشوفوا من هنا الجلده كيفاش كتمشي، يعني غير بشويش باش هاد العضله اللي هنا هي ما كتبقاش مع مرور السنين ومع سبحان الله الذات ديال الانسان كتبدل، وهاد البلاصه هذه البنات ما كتبقاش فيها الشحمه مع مرور السنين، من 25 سنه لفوق كتبدا هاد البلاصه هذه كتفقد الشحمه من هنايا، ما كتبقاش فيها عليها كترخاين وكترهل. دونك هذا هو السبب، كاينين البنات اللي واخا صغارين غلاضين من هنايا، دونك حتى هذيك البلاصه هذيك كتخلي لنا هذه البلاصه كتهبط، وهاد العضله ما كتبقاش هي دوك، كيعطينا واحد الفك اللي كاين عادم تقريبا كيولي هنايا ما باينش نهائيا. دونك مع هاد الماسك المساج هذا غادي تعدلي هاد بحال نيفرتيتي، غتكون بحال اللي عندها نيفرتيتي اولا تيسكاس. غنجيو البنات دابا، البنات اللي عندهم هنايا الشحمه عندهم البلاصه غليطه شنو خاصهم يعملوا؟ هاد الماسك هذا البنات شنو غادي ناخذو؟ غناخذو ملعقه ديال الكيمون بهذا الشكل هذا، غنضيفوا عليها ملعقه ديال زريعه الكتان، غنخلطوهم بالقدر عينك ميزانك ديال الماء، حيت كاينه اللي غتعمل ملعقه صغيره وكاينه اللي غتعمل ملعقه كبار من هذه شويه اللي عندي، دونك ما غاديش نقول لك بالضبط الماء شحال، تقريبا واحد جوج ملعقات حتى ثلاثه يعني. المهم نخلطوا هذا الخليط هذا او لا غير جوج المعلقات كافين باش يخلطوا لك هذه. المهم غنبقاو نخلطوا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي اللي نقدروا نعملوه على الدقن ديالنا على القرقور كاين اللي كيقول الدقن، كاين اللي كيقول القرقور، وقيل القرقور كنسمع بزاف الناس كيقولوا القرقور. تنحصلوا على هاد الخليطه البنات. نعم ماما ماما كيك يا لوكس بسوي في البول، من بعد كندهنوه هيدا البنات. من الاحسن تكون لابو نقيه، انا احتاج دابا عملت المساج بلا من بهاد الكريمه هذه، من الاحسن تكون هاد البلاصه هذه نقيه نظيفه. عمران كضحك عليا، غنستخدم غير الاصبع ديالي احسن. تاع البنات هيدا
هاد البلاصه البنات اللي كتكون فيها الشحمه، كتكون مشحمه هاد البلاصه هادي اولا مرخيه اللي كان عندك غيصلح لك هاد الماسك هذا. يا كانت مرخيه يا كانت مشحمه هي والمساج. البنات ولا بغيتها مثلا عملت اللحيه، عملت اللحيه ديال المعاز ومشكله قدامكم ماشي عيب وحديتي، ماشي مشكل، دنيا هانيه والسما صافيه. المهم البنات من الاحسن من الاحسن الا كانت عندك ديك البلاصه وبغيتيها بالزربه بالزربه ما يعني تحيد وتبقاي انتينا تمشي في الدار وعلى الراحه ديالك، هي غتشبري ديال البلاستيك البنات، البلاستيك الغذائي انا قطعتها هاد الشكل هذا يعني بشكل عشوائي ما كاين حتى شي مشكل. شوف هيدا مهم هنا تكون البلاستيكه فهاد البلاصه هادي ونعمل لها هيدا. من الاحسن تكون طويله البنات، يكون عندي شي مقبض فحال هيدا ولصق، فهمتوا البنات لصقه من جوج ديال الجهات واعر هاد الماسك هذا ونجلس نعمل الشغيول ديالي، نعمل الشغيول ديالي شحال ما خليتيها مزيان. المهم ما تعديش واحد 45 دقيقه ما تعديهاش. المهم الا كانت عندك حساسيه من هاد الماده هادي خليه نص ساعه الله يجعل البركه، ربع ساعه الله يجعل البركه. المهم هاد البلاصه خاصها تعرق وهاد المكونات يدخلوا مزيان، دونك حيت بعض الناس البشر ديالهم حساسه نقول لك نص ساعه الله يجعل البركه وحيديها. عمليها يوميا مع الماسك اسبوع ردي عليا، اسبوع وردي عليا، راه ماسك واعر ومزيون واعر بزاف. دونك انا غنشرح وانا بهاد الحاله هادي كنخصني نشرح هي الاول عاد ندير الضيعه هادي غير على حساب قدامكم. مي انا دابا غنبقى بيها حتى غنعمل شويه الحركات يعني نعمل شويه الشغل وداكشي عاد نحيدها، يعني نص ساعه تقريبا هذاك الشيء اللي كنخليه انا ماشي بزاف. كانت عندك بزاف وما عندكش حساسيه تقدري تخليه تلفوق نص ساعه يعني 45 دقيقه عاد حيدي. لا كانت عندك الشحمه الحبيبه ديالي بزاف. دونك البنات غنهضروا، بزاف ديال الناس بزاف ديال البنات ما كيعطيوش اهميه لهذا الجزء السفلي ديال الوجه، الثلث السفلي ديال الوجه، الثلث السفلي ديال الوجه. البنات بزاف ديال النجمات وبزاف ديال المشاهير بقاو كيردوا له البال علاش ملي كتكون هاد كينحتوا الذقن ديالهم اولا الفك ديالهم كينحتوا كيعطيهم واحد الجماليه وكيعطيك واحد الكاريزما وواحد كيعطيك واحد الشخصيه، يعني كتكون عندك بحال واحد الشخصيه وكتكوني جذابه فريمون البنات كتعطي واحد الجاذبيه مزيونه. دونك حنا بامكاننا انا نعملوا هذا الماسك هذا وهذا الماساج واخا ما عندناش الفلوس باش نعملوا هاد التقنيات ديال التجميل ديال تيسكاس وديال نيفرتيتي. البنات نقدروا نعملوا غير هادو وحنا مهنيين، اختكم فيفي معاكم، اختكم فيفي بالدمع دائما وابدا. المهم البنات كاينين جوج ديال الانواع، كاينه نيفرتيتي اللي هي كيلعبوا على العضل هاد العضله هادي، اما كيرخيو هنا العضلات اولا كيعملوا لها حتى هي واحد الفيلر اولا كيجمعوها لك شويه يعني كتجمع ولا كتنحت. اما بالنسبه للتيسكاس هي غير كيكون غير بوتوكس يعني بوتوكس اولا فيلر، يعني ما كاين ما كيلعبوش العضل ديالك ولا كيجبدوها لك اولا كيعملوا ديك الطريقه ديال البلازما اولا هنايا، يعني هذا هو الفرق بيناتهم بجوج. وكاينين بعض الناس اللي كتصلح لهم تيسكاس وكاينين بعض الناس اللي كتصلح لهم نيفرتيتي، يعني ماشي الناس كاملين كتصلح لهم. وبعض المعايير اللي كيعتمدوا عليها اطباء التجميل باش يحددوا واش الوجه ديالك مزيون وغتجي ديك العمليه هذيك، هي خاص يكون الثلث ديال الوجه متساوي. مثلا هاد البلاصه هادي كتكون قد البلاصه هادي قد البلاصه هادي، دونك تما فين كيكون واحد الجمال واحد الانسجام ديال الوجه ديالك. دونك انت هذه غير واحد المعلومات بسيطه بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا هاد الفيلر اولا بوتوكس ماشي عيب. دونك الحبيبه ديالي كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، باقي الفيديوهات مزيونين وان شاء الله. البنات بزاف سقساوني على كيفاش كنحيد الشعر من المنطقه الحساسه وكيفاش كنحيد الشعر، يعني من نتوما شفتوا فيديو اخر ما عنديش الشعر تحت يدي نهائيا يعني ما كينوضش مره، شنو عملت ليه؟ غنشارك معكم ان شاء الله هادشي هذا. كونوا في الانتظار، ما تنساوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات الا بغيتوا، مرحبا بكم على الراس والعين. وما تنساوش تعملوا لايك الا استفدتوا من هذا الفيديو شفتوا بانه مفيد لكم، تدعموني بلايك باش نزيد نعطيكم اكثر. وصافي كنحبكم ونموت عليكم والى الملتقى باذن الله، خليت لكم الراحه، باي باي كي جيتكم.